للحديث مشاهدينا الكرام عن واحد من أهم الملفات الحقوقية في العراق وأكثرها ألما في نفوس المواطن العراقي، ملف المخفيين قسرا. ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بكم. ما هو تصنيف العراق في ملف المخفيين قسريا من قبل المنظمات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ بالبداية تحياتي للجميع ورمضان كريم لكل العراقيين الطيبين والعالم الإسلامي. حقيقة ما يجري بالعراق هو لم تحدث في بلدان العالم إطلاقا مثل ما يحدث الآن في العراق من قبل المغيبين أو المقتطفين، لأنه هذه الحكومة المغيبين والمقتطفين هي من ناحية طائفية، والناحية الطائفية الذي تمر بالوقت الحاضر في العراق لا يوجد لها مثيل في العالم كله. لأنه أخي يعني ما معقول المرجعية تحت أمرتها أربع ألوية عن حدود 25 ولا 20 ألف مقاتل. الجيش النمساوي، كل الجيش النمساوي الموجود وهي دولة، عدد المقاتلين وعدد الجيش المالها المنتسبين إلى 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 هذه المؤسسة هم عددهم 26 ألف. يعني هو يملك بقدر ما تملك دولة، وهذا الحشد الشعبي الذي هو أسس تحت راية المرجعية الدينية، وحينما تخرج فريق من هذه المجموعة وتخطف الناس وتقتل وتعمل أشياء إجرامية ضد الشعب العراقي، يقولون هذه مجموعة غير منضبطة. هو من موجود بالعراق المنضبط؟ يعني هل المنضبطين هسه الحكومة العراقية اللي أسست هسه يعني يجي يتكلم بموضوع عن المختطفين والموضوع الانتهاكات لحقوق الإنسان وكأنه كان يعني ما أعرف وين موجود هو؟ لا يعني هل هو كان هذا الشخص من المسؤولين عن هذه العمليات؟ هل هو هذا الشخص ليس له علم بما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان؟ هل هو هذا الشخص يعني كان لا يعلم بالحشد الشعبي، لا يعلم بالمؤسسات الإرهابية الموجودة في العراق في ضمن الحشد الشعبي؟ هو جزء من هذه الحكومة وهم يتحدث ويقول الحكومة كذا والحكومة كذا. منظمات حقوقية عديدة دعت الحكومة للتحرك في هذا الملف والتعامل مع هذا الملف بجدية أو بصورة أكثر شفافية والكشف عن المخفيين قسريا، ولكن كيف تصف تعامل حكومات المتعاقبة، حكومات المنطقة الخضراء، مع هذه الدعوات من قبل المنظمات الدولية؟ المنظمات الدولية وحتى الأمم المتحدة والذي تمثل الأمم المتحدة في العراق السيدة جنين قالت وتحدثت عن هذا الموضوع، لكن الحكومة العراقية لم تحرك ساكن. الحكومة العراقية مكلفة، وهي مكلفة وتطيع الأوامر التي كلفت بها بتدمير الشعب العراقي، بتدمير العراق بأكمله. كلهم ما تحدثوا، كل الرؤساء الوزراء اللي تحدثوا على الانتهاكات والتجاوزات والسرقات في الحكومة العراقية، ولكن ماذا يفعلون بالوقت الحاضر؟ ماذا فعل عبد الهادي وعادل عبد المهدي وقبل نور المالكي وغيرهم والجعفري؟ ماذا عملوا بالعراق؟ سرقوا العراق وراحوا واتجه، كل واحد راح الدار حقه وسرق ما سرق. هذه العملية التي تحدث في العراق لا يوجد لها مثيل. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تطالب العراق بفصح عن ما يدور. ليست العملية الاختفاء القسري حينما يصير الاختطاف العشوائي في المناطق، وحدث في مناطق غرب بغداد، وهذه المناطق هي مناطق نعرفها، مناطق من طائفة معينة من العراقيين، وحدث هذا في فترة الكورونا، حدث هذه المشكلة وسرقة. ولحد هذه اللحظة لم يعلم من أهالي المختطفين أين أبنائهم وفي أي مكان، وفي جرف الصخر نفس الشكل العملية لحد الآن لم تحل. رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي وجه بالعمل على كشف مصير المختطفين والمغيبين قسريا، هل تتوقع خلال المرحلة المقبلة
أن يتحرك فعلا هذا الملف، ملف المختطفين والمغيبين قسريا؟ عزيزي يعني حقيقة هو لم يعلم بهم، هو كان رئيس جهاز المخابرات، هو يعلم جيدا وين أين هم، وإذا كان لم يعلم هذه الطامة الكبرى كان ماذا يعمل يعني بهذه المؤسسة الكبيرة العراقية الكبيرة؟ ماذا كان يعمل؟ يسمع ويشد ذانه ولا ملتهي بالسرقات ولا ملتهي بأشياء أخرى لا نعلمها؟ يعني حقيقة من يقول كشفوا، لا هو يكشف، هو كان رئيس جهاز هو الذي يكشف. مؤسسة من المؤسسات هي مهمتها أنه هذه المهمة، كيف لا يعلم ويصرح أنه يريد فتح الملفات؟ أي ملفات يا أخي؟ والله هذول حيرونا، هذول راح يعني ما أعرف شو الغاية منها. الغاية منها هو تدمير الشعب العراقي. إيران تتحكم بالعراق مثل ما تريد، هذه الحكومات والوزارات وكل المؤسسات الموجودة في الحكومة العراقية هي مسيرة من قبل العمائم الإيرانية. حقيقة لا توجد حكومة عراقية فعلية، من يحكم العراق هم إيرانيين، من يحكم العراق الإيرانيين والصهاينة والأمريكان. إحنا ما ندري واحد، الأمريكان هي جابت ذول السراق والحرامية، هم جابتهم، هي تعرفهم سراق وحرامية. شكرا. يعني تعرف تاريخهم كلهم. شكرا جزيلا لك. من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري، نشكرك شكرا جزيلا.